اول حاجه حبوب الحلبه، الحلبه الحصى، هحط معاها بذور الخردل. اوكي، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم. فين هما مش حاطينها لي حب؟ خليني اخد شويه. فين حبه البركه يا شباب حبوب؟ طيب خليني احط رشه بس من المطحون هنا، مطحونه عشان بس تدي الطعم والريحه، تطلع الريحه اللي فيهم في التحميصه الحلوه دي. وخلوا بالكم الحلبه ماده حافظه كمان ايه، ومفيده جدا اكلها. خلاص شكرا، هبعد بقى الطاسه هنا، احطها هنا كده اهي. هنعمل بقى الخلطه بتاعتنا، تعالوا بقى نشوف الخلطه دي هنعملها ازاي. ادي حاضر، هاخد كده هنا بوله، وخليني اجيب الشويه دول هحطهم هنا علشان بسم الله عشان ما يغمقوش جامد بس في الطاسه. وهاجي هنا بقى اول حاجه هعمل ادي المانجا. بصوا المانجا بيضه نيه خالص، هوريكم برضو لو احنا معانا ام جوزيف حبيبتي. يا صباح الفل، صباح الفل، ازيك يا شيف عظيم؟ اهلا 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 بيكي يا ام جوزيف. اهلا بيكي انت يا جميله، وتسلم ايديكي في الفكره الجميله بتاعت السمك النهارده. طبعا نشكر طبعا الوصفه اللي هي وصفتها لك دي، جميله فعلا. يا رب يخليك، منظرها يفتح النفس فعلا. يا رب يخليكوا ليا والله، دايما انتوا اللي بتدعموني والله يا ام جوزيف. امان، وانت ايدك جميله يا رب يخليك، ربنا يديك الصحه ويخليك لينا يا عمري. امين. قولي حبيبتي اتفضلي. هما سؤالين. اتفضلي. سؤال الكريم الشانتيه بيتحط على الايس كريم بيبقى محلي ولا ساده؟ لا، هو لو انت هتجيبيه من عطار ما بيبقاش محلى، بيبقى انت اللي بتحطي عليه السكر. انا طب هو الاحسن ايه، اجيبه محلي؟ والله مش شاقي، مش لازم، ما نجيبه ونحط عليه شويه سكر بودره. لو انت محتاجاه محلي جيبيه محلي، بس العطار ما بيبقاهوش متحلي بسكر عشان بس تبقي عارفه. حاضر خلاص، هتشتري كياس بقى، يعني مش هيبقى كياس. طب في سايب، ما احنا في هنا بيبيعوا سايب. خلاص لو بيبيعوا سايب ومحلي زي الفل. طيب اتفقنا. الكركم بقى عايزك تقولي لي كم وصفه للكركم، يا رب يخليك. عينينا، ده اول وصفه للوش وللبشره، مش قادر. لا للشرب، لو احنا باللبن. باللبن اشربي اللبن الصبح، شرب باللبن نص معلقه كركم على كوبايه لبن. طيب يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على جماله وفوايده. خلاص وانا هشتغل عليه ده ان شاء الله. ايوه ماشي يا عمري، وهقول لك كذا وصفه عينيا تانيه غير ده. تسلم عينيكي، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا ام جوزيف، نورتيني وشرفتيني، في حفظ الله يا حبيبه قلبي. بصوا بقى التوابل بتاعتنا كلها الجميله، كركم والكاري كل حاجه بمعايير مناسبه وزي بعض. وادي هما بقى بيحطوا من الاتشار ده اللي احنا عملناه اللي هو بتاع المانجا ده مثلا، بعد ما تخلل بياخدوا منه بتاع ربع كوبايه كده، معلقتين كبار يتقطعوا حلو ويتحطوا مع خليط العصيده، بيبقى تحفه. خلينا بقى نحط كمان الملح، وهقلب بقى الخليط الحلو ده كله. بصوا معلش شيكو مش سامعاكي، قولي. بصوا صح كده، بصوا الجمال، هنقلب بقى ده كله. الله 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 الله. وهاجي بنص كوباية الخل، نص كوباية الخل، وهني هحط بس طاسة كده صغنونة، خليني اهي اسخن فيها السمنة بتاعتي اللي انا عايزة احطها علشان تبقى في وسط العصيدة بتاعتي. ادي نص كوباية الخل الاول بس، وهقلب الخليط الحلو ده، شايفين الجمال. وبعدين هضيف عليه ايه؟ بصوا بقى بسم الله، الزيت والحلبة، ويكون دافي، يكون ايه؟ دافي، مش سخن، يكون دافي، يكون ايه؟ دافي اهو. بصوا الجمال، تعالوا بقى البرطمان بتاعنا، بسم الله، حطينا الملح وكل حاجه، كل وصفات. نزلوا تاني بعد اذنكم المعيار في الجنب كده، الايه؟ المخلل المانجا علشان كل اصدقائنا. الاتشار المانجا، الاتشار ده روعه روعه روعه، بصوا ما شاء الله. هقول لكم بقى هيقعد معاكم مثلا بعد خلال قد ايه، هقول لكم ممكن يقعد معانا اسبوعين نجرب. بس في حاجه حضراتكم حابين لازم تعملوها الاول، هشيلها، شيلها لك ولا تضايق نفسك. اوبا كده، اوكي كده، هنحط هنا كده
طبعا في برضو طريقه تانية ان هم ما بيقشروش المانجا. انا بصراحه حبيت ان انا اقشرها لان انا عايزه اكلها ما يبقاش في قشر فيها، عايزه اخدها وهي على طول مخليه يعني نتعامل بيها على طول. بصوا بقى الجمال، بصوا الجمال، شايفين الحلويات؟ الله 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 الله، اهو اهو، بصوا بصوا الصوص خلاص. خلينا بقى نشيل نقلع الجلاف ده، وانا هنا هاخد كده معلقه السمنه الصغيره دي احطها هنا تسيح عشان احطها على طبق العصيده واصبه اهي كده. وادي هنا عندي كيس ثلاجه، ممكن اخد اهو، هقفل كده البرطمان يقعد معايا اسبوعين على شرط ان انا اعمل كالاتي زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. اقلبه كده كل يوم لازم نقلبه لمده اسبوعين، لقيته بعد الاسبوعين ضن واستوت زي الفل. بعد اسبوعين جيت وخدته منها بمعلقه نظيفه جافه ما فيهاش نقطه ميه، لقيته لسه يبقى لسه.